متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم نتمناه للجميع. نهار اليوم سالت أجواء حارة في عموم المناطق، وأيضا كانت هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في منطقة حفر الباطن وأيضا المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية. هذه الحالة الجوية هي مقدمة لحالة ماطرة يتوقع أن تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من يوم غد الأربعاء بإذن الله، وتشتد خلال الأيام القادمة. سنتحدث عن تفاصيل هذه الحالة الماطرة خلال هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا بسؤال الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. كما ذكرنا هناك حالة من عدم استقرار الجوي أثرت على منطقة حفر الباطن، أجزاء من الشرقية، أجزاء أيضا من المنطقة الوسطى والمرتفعات الجنوبية الغربية. عملت هذه الغيوم على هطول زخات رعدية من الأمطار وأيضا نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. حدث أكثر حول الحالة الماطرة المتوقعة خلال الأيام القادمة، نستعرض بهذه الخريطة خلال يومي الجمعة والسبت بإذن الله، حيث تنتشر كمية كبيرة من الغيوم الركامية الرعدية في مناطق واسعة من المملكة، المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية الشرقية، الشرقية الوسطى، الغربية والجنوبية الغربية. الحالة الماطرة المتوقعة هي حالة ربيعية بامتياز، أي أن الأنظمة الجوية المسببة لها هي عبارة عن أنظمة جوية ربيعية، أي مرتفع جوي فوق بحر العرب يدفع بكميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه الجزيرة العربية، مع تواجد بقايا لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية في شمال الجزيرة العربية وامتداد لمنخفض البحر الأحمر. هذه الظروف الجوية ستعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي وتوقع أن تصبح قوية خلال الأيام القادمة. نستعرض أكثر تفاصيل حول الأمطار ومناطق تأثير الأمطار اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. يوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي أثرت على حفر الباطن الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية، هي مقدمة لحالة ماطرة يتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة. يوم الأربعاء بإذن الله تعود لتتكاثر الغيوم الرعدية الماطرة في المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية. أما يوم الجمعة بإذن الله تتدفق كمية إضافية من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المملكة العربية السعودية، وبالتالي تتسارق على تأثير الأجواء الماطرة خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية، المرتفعات الجنوبية الغربية يتوقع أن تكون هناك الأمطار غزيرة تترافق بتساقط الحبات البرد وأيضا جريان الأودية والسيول. يوم الجمعة كذلك أيضا كما ذكرنا تتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي تشمل أجزاء من المدينة المنورة، عموم المنطقة الجنوبية الغربية، منطقة القصيم، حائل، أجزاء من منطقة الرياض، ثم لاحقا تمتد نحو حفر الباطن وأيضا المنطقة الشرقية. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تبقى الأجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار تكون رعدية أحيانا 28 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة 70%، أما الرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 35 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار، يوم الخميس أيضا فرصة لزخات من الأمطار 32 درجة مئوية أما الصغرى 24، يوم الجمعة 34 درجة مئوية أما الصغرى 26 درجة مئوية، مع توقعات كما ذكرنا بازدياد تأثير الحالة الماطرة اعتبارا من الأسبوع القادم، وبالتالي تصبح الفرصة أفضل لهطول زخات رعدية من الأمطار وأكثر غزارة على العاصمة الرياض. سنستعرض هذه التفاصيل خلال النشرات اللاحقة. إلى هنا نترككم وإلى اللقاء.